نرجع لاخبارنا المحليه ونروح دلوقتي لاخبار النادي الاهلي. حرص طبعا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يجتمع مع اللاعبين لشرح بعض الامور المتعلقه بالاستعداد للموسم الجديد. واصل النادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا طبعا لمنافسات الموسم الجديد الضربه الافريقيه طبعا في دوري ابطال افريقيا. وقام الجهاز الفني بتخصيص فقرات استشفائيه للاعبين في الجيم والملعب في اطار طبعا البرنامج اللي وضعه المدير الفني لتجهيز الفريق لمواجهه الاتحاد الرياضي المنستيري طبعا مباراه ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. سيقرر مدرب النادي الاهلي مصير بقى اللاعبين الشباب اللي تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق الاول منذ بدايه الموسم خلال الفتره المقبله. طبعا مارسيل كولر هو اللي هيحدد موضوع الشباب هيكملوا ولا لا في الفتره القادمه بعد عوده الفريق الاول واللاعبين الدوليين وانتظامهم مع الفريق. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كمان عمل ثلاث مباريات وديه كانت امام بتروجيت وفاز 5-1 وايضا لعب مباراه الثانيه كانت المباراه الاخيره بالامس كانت اسوان وفاز على نادي اسوان 2-1 وامبارح كان طلع الجيش المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0. طبعا ثلاث مباريات وكانت تدريجيا بدات بتروجيت ثم اسوان ثم طلائع الجيش. بالتالي يعني مارسيل كولر ماشي بصوره تدريجيه مع النادي الاهلي وبيحاول يعلى بالمستوى الفني والبدني للاعبين في الفتره الحاليه. خلاص الصفوف لاول مره في النادي الاهلي بتكتمل. عمار حمدي قدامه ثلاث اسابيع على اقصى تقدير ويكون موجود في التدريبات الجماعيه. بيرسي تاو يعني دلوقتي بيأدي تدريبات الى بعض شيء فرديه والفتره الجايه خلاص على اقصى تقدير اسبوع يكون موجود مع التيم في التدريبات الجماعيه. شريف جاهز، أفشة جاهز، خلاص الأوراق طبعا بتكتمل في النادي الأهلي والنادي الأهلي هيكون مكتمل الصفوف قبل مباراة الاتحاد المنستيري. زي ما عارفين المباراة دي إذا النادي الأهلي تعاقد مع ثنائي أجنبي زي ما بيتم تداوله في الفترة الأخيرة مش هيشارك في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، هيبدأ بقى دور المجموعات بعد ما يتم قيد هذا الثنائي إذا تعاقد معه النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبل. الثنائي الاجنبي اللي انا بقول لحضراتكم عليه هيكون خلاص النادي الاهلي اقترب بشده من التوقيع مع لاعب برازيلي بيلعب في الجناح الايسر وكمان مركز في منطقه طبعا الهجوم مهاجم الصريح. يتم برضه التعاقد مع لاعب تحت السن ده اللي بيدور عليه النادي الاهلي قبل غلق باب القيد يوم 10 اكتوبر القادم.